ملي العيل صغير عنده 5 سنين كيطالب يمشي في وسط البحر، شمن حياه بقات هنايا في المغرب؟ علاش العثماني يركب ولادو ويقرا ولادو ديالي ما يقراوش وما يركبوش؟ السي العثماني عاد كيخرج كيعملنا مغارائي الزمان. انا رجعت رئيس حكومه، انا كنقول لكم اجيو مورايا واجيو ديوني وما كنخاف حتى شي واحد. ولاد الشعب ولادنا كيمشيو في البحر. قال لك الوطن، اش من وطن؟ فين هو هاد الوطن؟ غير الوطن وريوه لي كيفاش عامل هاد الوطن ديالكم. وريو لي الوطن اللي الوطن ما عيقري لي شي ولادي وما عيوكل لي شي ولادي وما عيعيش لي شي ولادي. اش من وطن هذا؟ ملي العايل صغير عنده 5 سنين كيطالب يمشي في وسط البحر، اش من حياه بقات هنايا في المغرب؟ وعاود اجي نقول ساكته حيتاش انا عندي ولادي وعندي جوج الرجال، انا بيدي بغيتهم يقراو، بغيتهم يركبوا لي حتى انا في الهامبورغيني، بغيتهم يركبوا لي في اكس 5. علاش العثماني يركب ولادو ويقراو ولادو ديالي ما يقراوش وما يركبوش؟ علاش؟ قولوا لي علاش. انا بغيت نعرف علاش. والعثماني عايشين مع راسهم، ولادي انا يمشيوا لي في البحر، اخوتي كاملين مشاو في البحر، تطوان كاستيا خو هادو بلا هضره. ارانا اللي ما جينا قال لك من كازا وما جينا من مكناس وكيقول لك نحرروا المغرب، وخليوا العثماني هو اللي حرر سبتهم ليليه. يا المكلخين يا العبوديه، يا اللي كتعبدوا البشر بحالكم بحالو، ما كتعبدوش الله وما كتخافوش من الله. طلعوا حروا حروا بلادكم اللي نتوما فيها بالجوع وفي الحقره وبالقهره، ورزقكم كيمشي لكم. ما تقولوا ليش سبتهم ليليه، سبتهم ليليه، ما حررتوش حتى بلادكم، في وسط البلاد ديالكم ما حررتوش راسكم، عاد شبرتوا هجمتوا على عباد الله، ها جوج وما جوج، وعباد الله شي في البحر شي كيطرطق. والعثماني مجبد مع راسو، ناعس السي العثماني، عاد كيخرج كيعملنا مغارائي الزمان. انا رجعت رئيس حكومه، هو 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 كيعمل لا قرايه لا ثقافه لا حتى شي حاجه. العثماني ما عرفناش حنايا شنو ديك السيد اللي هو حاكم فينا. هاد العثماني اللي حاكم فينا حنايا ما عرفناهش حنايا شكون هو هاد السيد. واش حماق؟ واش طبيب نفساني؟ واش رقيه شرعيه؟ عاد كيخرج علينا حنا الكورونا كنساليو مع باباها. استغفر الله على هضره، استغفر الله على هضره، شحال تسالي؟ راه ربي مسالي معاك في الدنيا قبل الاخره. وعاد قلتي لهم غرائب الزمان وليت رئيس حكومه، كنموتوا بالاطفال بالنساء بكل شيء. وملي تمشي على حقك ما عطاهم، ما كيعطيو معاونه، ما كيعطيونا حليب، ما كيعطيونا لاباشكيري، ما كيعطيونا نصيه، ما كيعطيونا منتضيله، طايحين علينا غير بالقمع والسكات والخوف، ومركبين فينا الخوف، وباغين حتى ولادنا يركبوا فينا الخوف. ولادنا ما كيخافوش، ولادنا عندنا ابطال، عندنا رجال كيجيبوها بالقتال في وسط البحر، كيمشيو كيتحداو البحر والحوت، وما يبقاوش مع العثماني، وما يبقاوش مع الدوله هذه اللي دمرتنا وخرجت علينا. وها انا كنقول لكم اجيو مورايا واجيو ديوني وما كنخاف حتى شي واحد، وما كنخاف لا عثماني، ما كنخاف حتى شي واحد، كنخاف من اللي خلق السماء والسماوات. انا جدودي تحاربوا على هاد البلاد باش حنا نعيشوا مزيانين، ولادنا يعيشوا مزيانين، صدق العثماني ولادو عايشين مزيانين، هذاك اللي قال خصكم التربيه بقى ولادو عايشين مزيانين، كلشي ولادو عايشين مزيانين، الا ولادنا كيمشيو في البحر كيجيبوها بالقتال. وتا انا مقيدة نجيبها بالقتال، وولادي عندي ابطال، عندي رجال، وبني مشى لي راجل وسيب راسو في البحر راجل، الله يرضى عليه، الله ينزل عليه الرضا. وانتوما عنبقى تابعاكم الى يوم الدين، الى يوم القيامه، ما عندي فرق معاكم، تنموت تيديني سيدي ربي. يا قوم الظالمين، يا الكفار، يا اليهود، يا اللي ما كتعرفوش بينكم وبين الله، سيبتوا لنا ولادنا في وسط البحار، سيبتوا لنا ولادنا في وسط الحوت، سيبتوا لنا ولادنا عند النصارى، سيبتوا لنا ولادنا اللي ما كاينش الحد فين غنزيدو نصبرو. علاش حنا ما نكونوش عايشين مضخمين؟ حنا عندنا جوج دبحورات وعندنا كتامه وعندنا العالم وعندنا يعجب الكحال، علاش نتوما ما تنوضوش تدبروا علينا؟ وانتينا الملك، علاش ما تنوضش تحايد الاخنوش وتحايد العثماني وتحايد لهم كاملين وتعطين الشعب ديالك اللي قلتي ولادنا حولادك وحنايا ولادك؟ حنا ما كنشوفش بان حنا ولادك، حنا كنشوفو بان المهلكات البحار كنجيبوها من البحار، كنجيبوها بالقتال، وانتوما جالسين والعثماني جالس كيحماق علينا. السيد حماق كيعملنا
يعني شنو هذا؟ واش هذا رئيس ولا خانا كيجي ديفن فين الشعب؟ حنا ما بقيناش مكلخين، حنا ولاد الابطال، حنا ولاد الريف، حنا ولاد تطوان، حنا ولاد الشمال، حنايا العرق ديالنا شمالي، حنايا ما كنبغيوش الادله وما كنبغيوش الدل وما كنبغيوش التكارفيس. بالحق نتوما بغيتو لنا التكارفيس وبغيتو لنا الدل، غندلو واللي بغى يوقع يوقع. والمنكر المنكر في المغرب، المنكر عباد الله، كلشي عايش كلشي معيد، وحنا ولادنا مشاو جابوها في القتال بالبحر، بالقتال، وبنادم سيب راسو في البحر، العواون صغارين عباد الله، عندهم 5 سنين 6 سنين في البحر، والعثماني فين هو؟ كايدور لك مع راسك في اليخطات، وفي الطونوبيرات، وبالفيادير، ولادو قاريين، ولادو مزيانين، وحنا ولادنا فين هما؟ مشاو في البحر. عاد قال لك فتحتينا، فتحنا ندخلوا معززين مكرمين، فتحنا ندخلوا بالباسبورات ديالنا، حنا كنستحملوا الباسبور ما كندخلوش مدلولين، وبغيتوا تدخلوا لنا بالداق ومدلولين، ولادنا كينضربوا بالقطاس وكيضربوا بأي حاجة، والعثماني ما كاينش، فين هو؟ ما كاين لا عثمان. وتبان هادو اللي كاملين خرجوا علينا وخرجوا لي على ولادي وخرجوا عليا وداو لي الحقوق ديالي وهضموا لي الحقوق ديالي، وباقي انا معاكم، بغيتو تجيو ديوني غير اجي ديوني، انا اصلا تميتة، اصلا انا في الحبس بلا حبس، هذا هو الحبس الكبير، بغيتو تديوني غير اجي ديوني. مستقبلا نمشي للحبس على شي حاجه بيني وبين الله اللي خرجت لي من القلب ديالي، ما عندي شي مشكل، انا في الحبس نضرب الحبس، وليس ما كتهضر بفرنسي، ما كتهضر بسبانيولا، ما كتهضر بلونجلي، يعني حنا كنشوفوا واك نسينا حتى شي حاجه في هذا المغرب، نسينا والو، واللي دايرين بك كاملين والو، ولادنا مشاو في البحر وانتوما كتخرجوا تغمقوا علينا، الصحراء المغربيه، هنايا حنا باقيين بالبرارك، اجي معايا للشمال نوريك برارك باقيين في الشمال، وانتوما كتهضروا على الرمل والعقارب والحيل، اجيو نعنا المغرب، شوفوا الناس، شوفوا الهجاجل، شوفوا النساء اللي كيسعوا في الزنايق، شوفوا بنادم الشباب اللي كيتغتصب العواول صغارين، شوفوا ولادنا اللي مشاو في البحر، جابوها بالقتال، وباقي غنجيبوها بالقتال، والله يجعلنا معاكم، ما نبقاوش اصلا حنا نخليوكم غير نتوما، والعثماني فين هو؟ عاد خرج بالاسلوب. ملي كتجبر رئيس حكومة كيهضر كيقول لك حنا كنتحكموا بباباها، واش هذا أسلوب الحمار الحيوان العثماني الخانز؟ واش هذا أسلوب؟ يعني انتينا كتشرك بينك وبين الله، كتقول كتحكم في الكورونا، واش انت استغفر الله إله باش تتحكم في الكورونا؟ الخانز الهرقاوي أجباد الدعاوي باش كتحكم انت في الكورونا؟ ها 80 فرنك كنتو كتعطيوها لنا في الأخر قال لك ما كاينش. كيفاش ما كاينش؟ جوج دبحورة، الفوسفات، الذهب، العالم، شنو؟ أولا نتوما عاملين غير التقاحبين والدعارة والديسكوتيكات، وبلا ما نقول لك وتجيبوا لنا بنادم أجنبي وتجيبوا لنا اليهود وتجيبوا لنا كلشي، وفي الأخر تغمقوا علينا وحنايا ضايعين، بنادم ما عنده لا سكن لا خدمة لا ردمة لا والو، دابا أنا حاليا اللي كنهضر معاك في عمري 33 سنة، بنت 87، ما عندي خدمة، ما عندي مستقبل، ما عندي حتى شي حاجة، إذا شنو أنا؟ يعني أنا لو ما كنت شي واحد السيدة ذكية، كاخذ دريراني مبلية بالمخدرات القوية المسمية بالهيروين، اللي نتوما الدولة ديالي دخلتوها لنا باش تبليونيا وتبلي ولادنا، نسا مبليين، شباب مبليين، كل شيء مبلي، باش نتوما دخلتوا لنا السم كتقتلونا، حيتاش ديك السم ماشي حنا صنعناه، هذاك السم جا من الدول الاوروبيه، جا من كولومبيا، ياك، والحشيش، وزيد 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 وزيد، وانتوما كتغمقوا علينا، عاد قال لك عاشا عاشا، اما كاين لا عاشا لا والو، عاش الوطن وعاش الشعب، من الاخر، صافي، من الاخر ما يقول لي حتى شي ود القحبه دابا يا انا شي حاجه في هاد الساعه هادي، انا بغيت ولادي يقراو مزيان، انا بغيت حتى انا ولادي يكونوا مزيانين، حتى انا ولادي بغيتهم يخدموا، حتى انا ولادي بغيتهم يكونوا بالكرامه، حتى انا ولادي بغيتهم يعيشوا احسن عيشه، علاش بنود العثماني عايش مزيان؟ علاش بنود الملك عايش مزيان؟ علاش انا عايشه مكرفصه لا خدمه لا ردمه؟ علاش حياتي كامله ما خدمتش؟ علاش الوطن ديالي ما عمره عطاني شي حاجه؟ وزيد 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 وزيد، وعرفتي دابا معاكم بالمرصاد تبني الوطن. صح.
صافي من الاخر. الوطن ديالي اللي ما يحمينيش انا وولادي وما يعطينيش عيش كريم وما يعطينيش خدمه واخا غير 150 الف فرانك في الشهر، ماشي وطني. ما وطني ما وطيتو، هذا خرج عليا هذا الوطن. دمرني دمرني، ابني تسيب لي في البحار، ابني مشى لي في البحار، ابني جابه بالقتال وفات لي البحار. شكون السبب؟ غير قولوا لي شكون السبب. السبب العثماني والملك، جوج د الناس. وتا العثماني عمل له هيدا. السبب دبني اللي سيب راسو في البحر، لاش بني كيقول لي اماما انا ما نبقاش يا ماما هنايا، اماما عند تبلة اماما كيعمل لي، اماما نمشي بحالي، اماما نعمل الوراق ديالي هنا عند تبلة، اماما كيقول لي بالغبره وبالباسطيات وبالحشيش. كنفكر كنجبر الحق ديالو، كنفكر كنشوف بني كيهضر معايا الهضره ديال الرجال، كنشوف بني صغير في عمره 16 عام كيهضر معايا الهضره ديال بنادم عنده 30 عام، كيقول لي يا ماما انا بغيت نتريني، اماما انا بغيت نعمل، اماما انا بغيت نقدك، اماما 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 انا ما عنديش مات. ايوا والعثماني كيتمندرو كيشوفوا في الشعب، كيشوفوا في خوتنا وفي ولادنا، كيمشيو في البحور وفي قاع البحار وهما متاكين ولا على بالهم. اذا ما يمجي الخلل. انا ما تقول لي لا عثماني لا اخنوش لا فلان، ما كاينه لا خدمه ما كاين لا حتى شي حاجه، يعني حقك شوف وقول عشاء وسكوت. صافي عشاء وسكوت، ما كاينش تزيد معاهم في الهضره. وانا ما كاينش عشاء، عشت انا وعاش عبد الهادي وعاش سيف الدين فقط. ما تقول لي حتى شي واحد يقول لي انا عيش، عيش خصني نعيش انا ويعيشوا ولادي اللي هما اللي غيحاربوا البلاد، ماشي غيحرر العثماني. ويلا عمل العثماني الشرط وهاو تحرر سبته ومليليه. يلا علاش سيبتوا لنا ولادنا في البحر؟ انا بغيت العثماني يعمل الشرط واخنوش وهادو كاملين يعملوا الشرطيس ويهاودوا يعوموا يعملوا هيدا هيدا، يدخلوا يعوموا في البحر. والو والو ياك، رزيتو لنا تطوان، رزيتو لنا كاستياخو، شفتو لنا الديوانه، خليتونا كنعيطو لله النبي اللي واقف معانا، وانتوما متاكين. ها اللي راكب لك في اليخت، ها اللي راكب لك في الهامبورجيني ولا لابونجيني، ها اللي راكب لك في الكيوسات، ها اللي راكب لك في الفيراري، ولادي يمشيو في البحر.